النقطة الثانية، إن يا ترى إحنا هنعمل إيه؟ هنعمل إيه في اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة وبنحتفل بيه؟ هنزهق؟ هنتضايق؟ هنغض الطرف مش هنبص يعني؟ ملناش دعوة؟ ولا نتصدى؟ طب حتى لو كانت يعني ظروفنا مش يعني مش 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 يعني، لكن ممكن بالقلب، واحنا كمان كتر الف خيرك هنعمل مشكله في البيت بقى بعد كده. شكرا. فالمهم انا عايز اقول لكم ان احنا نبقى قلبنا على قلب بعض، ونحاجة على بعض، ونساعد بعض، ونقف على قد ما نقدر يعني، حتى زي ما قلت كده لو بكلمة، مع كل اللي احنا بنشوفه ده، ونساهم بكل أمر وكلام وفعل وحتى موارد. ويمكن هنا أنا حطيتها في الترتيب بكلام بتاعي يعني، لكن عشان كان في وإحنا في بنتفرج دلوقتي جات لقطات من احتفالات سابقة، وكنا سامعين إن أهالينا اللي عندهم أهالينا خايفين. وانا ساعتها قلت ازاي يعني، ده مخاليق ربنا اللي ما بنشوفهاش تحت الارض وفي كل حته، رزقها مكفول وحياتها مكفوله، لان احنا مش اللي نقدر نعمل ايه. هو عامل ومخلص سبحانه، هو عامل كل شيء وناهيه بقدرته وعظمته، فمحدش يتصور ابدا ان ممكن حد يضيع وهو موجود سبحانه وتعالى. وهو موجود سبحانه وتعالى ما فيش حد بيضيع ابدا. استغفر الله، محدش يتحط جنب اسمه ابدا.